السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل هرم، لكن يعني ايه بشكل ظريف شوية. طبعا في طرق كتير جدا لرسم الهرم، يعني سريعا ممكن اجي هنا مثلا من كومبوننت موديل ان بليس، تعال نفكر فيها مع بعض كده. تمام، هدي شوية افكار كده لعمل الهرم، وبعد كده ايه نعمل هرم خاص بينا. طيب اول ما تبدأ مثلا ممكن بلند، تعمل ايه القاعدة بتاعت الهرم كبير، وبعد كده فوق تبقى صغيرة خالص. تمام، فشكل الهرم هيطلع معاك. تمام، يعني ممكن اقول له بليند. تمام، وابدا ارسم مثلا حاجه بالشكل دوت. تمام، وبعد كده اخد كده ده كده كوبي، واقول له انا عايز ارسم التوب، والتوب ممكن اقول له بيست الاين تو فرونت فيو، واعمل له سكيل مثلا بالمقاس اللي انا عايزه في المنتصف بالظبط. تمام، مثلا هنا. يطلع حاجة صغيرة كده تقول له اوكي، فيبدأ يعمل لك شكل الهرم ويوصل له. دي مثلا فكرة. تمام، ممكن من كرييت ممكن تقول له ريفولف وترسم مثلث كده في الاليفيشن، ويبدأ ان هو يلف حواليه، او ممكن سويب تدي له المربع وتدي له شكل مثلث ويرسم حواليه. فليها كذا فكره، يعني مش فكره واحده نمشي عليها. حتى لو قلت له ماس، في برضه افكار كتيره ممكن ترسم منها موضوع الهرم. ممكن زي ما قلنا نرسم مثلا قاعده وفوق نصغرها، او ممكن ارسم مثلث واخليه يلف، او ممكن ارسم مثلث وبعد كده اروح اقول له لا انا عايز اقطع فيه. يعني في افكار كتير ممكن ترسم بيها المثلث زي ما انت عايز. يعني ممكن ارسم مثلث كده واقطع عكسي. خلينا نعمل نجربها. طيب يبقى انا ممكن اقول له ان انا عايز اعمل مثلا موديل، وفي الفيشن او في سيكشن ابدا ارسم الهرم بتاعي. ممكن اقول له ان انا عايز مثلا سيت ورك بلان نرسم عليها ايست ويست، فيبدأ يجيب لي الايست والويست اهو. هبدأ ارسم الهرم بالشكل دوت. واقول له ميرور. تمام، ممكن تقول له بعد كده ده انا عايز اعمله create form. فلما تيجي تشوف ال 3D هيطلع معايا بالشكل دوت، وعايز تكبره من الناحية دي او تكبره من الناحية دي مفيش اي مشكلة. طيب بس مش هو ده شكل الهرم اللي احنا متعودين عليه، محتاج ان انا اقص منه. طب اقص منه ازاي؟ طيب ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم بقى شكل اخر، وممكن ترسم بنفس الابعاد نفس كل حاجه، بس انا عايز ايه اعدل. بدل ما احنا كنا بنرسم هنا هقول له في النورث والساوث، فهو بيقول لي ايه افتح لك النورث. هبدا ارسم بقى الشكل التاني، واقول لكم مثلا من هنا لهنا مثلا. للمنتصف هنا اس ام اللي هنا كده. وده هيبقى تفريغ للشكل. لما اعمل سيلكت كده هقول بقى انا مش عايز بقى كريت فورم، ده انا عايز فويد. تمام، تعال نشوف بقى في 3D هتبقى عامله ازاي. الشكل اهوت، نقدر نعمل سيلكت مثلا على الناحية ديت ونبدأ نخليها تتحرك لبره بالشكل دوت، فيطلع معايا شكل
المثلث ونقدر نتحكم في الجوانب ديت. كل علينا بس ان احنا ايه الهرم بدايته هنبدأ ان احنا نشدها شوية. فاحنا كده ظهر معانا الهرم ونبدأ ان احنا نقدر نتحكم فيه. يعني ممكن كل واحدة من دول نبدأ ان احنا نحولها بقى الحوايط. بس قبل ما نحول الحوايط انا عايز ابدأ اعمل فيها تفريغات، تمام؟ فممكن اجي هنا مثلا في الموديل وابدأ ارسم فراغ هنا، تمام، بالشكل مثلا دوت، او خلينا نعملها على الهرم صغير شوية. يعني هقول له هنا اوفست، واشوف الاوفست قد ايه، تمام. يعني ممكن نخليها مثلا 500، واعمل اوفست للشكل ده والشكل ده والشكل دوت، تمام. خلينا نقول له ان احنا عايزين نحدد جهة من الجهات اللي هنشتغل عليها، وليكن الشكل دوت، واقول له شو، وابدأ اقول له مثلا من هنا لهنا كده مثلا لكده. ده يبقى عبارة عن تفريغ للشكل نفسه من خلال ان انا هعمل سيليكت عليه بالشكل دوت اهو، واقول له اعمل لي ده كريت فورم، واقدر اتحكم بقى في المقاس بتاعه. ممكن اخليه بس ايه لحد كده، طيب. خلينا نقول له فينيش. احنا كده كده نقدر نرجع في اي وقت ونضيف حاجات تانية. ممكن اقول له بقى اركتكتشر، واقول له وول، واقول له انا عايز الجزء دوت، اهو يبدأ يتحول لحوايط بالشكل دوت. كرييت كيرتن سيستم، وابدأ هنا ابدأ اختار الجزء دوت واقول له كرييت سيستم، فيبدأ يعملها لي زجاج. وطبعا تقدر تعمل سيلكت عليها وتعمل لها روتيت لو انت حابب، او تعدل فيها زي ما انت عايز بالزاوية اللي انت عايزها وكل حاجة. هو بيقول بس ايه فك البن من عليها، فتقدر تعمل شكل يكون جميل تعدل فيه زي ما انت عايز. المقاسات هنا تقدر تعدل فيها، تقدر تعمل اي تعديل انت عايزه، تمام. ممكن حتى اجي هنا وادخل على الماس اديت ان بليس، وابدأ اعمل التعديلات اللي انا عايزها، واقول له اعمل ابديتد. يعني خلينا اقول له مثلا موديل، واختار جهة تانية، وهقول له مثلا ان انا عايز اوبننج مثلا من هنا لهنا مثلا، ودي هعمل على سيلكت، واقول له برضو ان دي void، فهو بقى يبدا يظهرها لي بحيث ايه اقدر ان انا اكبر فيها واعدل زي ما انا عايز. ابدا اعمل select مثلا هنا، واقول له ايه update face، تقدر تخليها wall او floor او سقف زي ما انت عايز. طيب وبعد كده ممكن برضو اجي هنا واقول له curtain system، وابدا اعمل select على الجزء اللي انا عايزه، وليكن مثلا الجزء دوت، تمام. كريت سيستم، وتقدر تعدل فيها تغير المكان بتاعها لو انت عايز.